الغلبة درجة وتم إقصائي من طرف لجنة السكنات، مانيش عارف على واش. أنا دائم العامل الخاص عرفني بلي ما عندي لا سكن، ولجنة السكن مانيش عارف على إقصائي اليوم، رغم أنني كل مرة ننتظر أنهم يبرحونا، وقالك لي زونسيان يعطولهم قدامنا من هي بحكم قدم ملفاتهم. اليوم مانيش عارف أنا وراها راح تمشي لهم. تم إقصائي معطل طريقة تعسفية، الله يستر برك. الآن راني نجد في السلطات المحلية انهم يراقبوا هاد الناس اللي راها تمد كوش وادروات، وهذا من حقي البديهي والدستوري انني ندي من ساكن في أمة محمد. الهضره ما عرفتش كيف ندافع على روحي، دروك مانيش عارف لما نروح لما نجي، والله خلاص بلوكيت الهضره راحت. واش من الدوسي تاعي 64 من 1998، 26 عام، وتم إقصائي. هذا نورمالمون يكرموني، هذه الكرامة، هذه دولة القانون، هذه الجزاء الجديدة، هذه نحلمو بها قاعدين. ورانا رايحين لجنة السكن، يعطوني ما يعطونيش نطلع الجزائر، نطلع التبون، نطلع وزير الداخلية، ما على باليش مانيش. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.